في العشرين سنة الأخيرة قفزت واحد سيوة لمصاف المزارات الأولى في العالم، ومن أهم المعالم والمزارات السياحية الحقيقة المصرية والموجودة وتوازي مثيلاتها في أنحاء العالم. ويمكن أكيد ده ليه أسباب. طبعا حضراتكم كتير بتسمعوا عن سيوة، وفي ناس كتير من عندنا يقولك يا سيوة دي بعيدة قوي، أنا هروح سيوة هي فيها إيه مختلف؟ لا صدقوني، سيوة فيها حاجات مختلفة ومن أغرب وأعظم ما يمكن. تعالوا الأول نعرف موضوع الواحات، إيه مواضيع الواحات الموجودة في مصر كلها، وعين ننتقل إلى سيوة تحديدا نعرف فيها إيه وإيه المميز اللي فيها، وليه الناس بيجوها من آخر بلاد العالم علشان يجي يقضوا فيها 3-4 أيام ولا أسبوع، بيرجعوا أشخاص مختلفين تماما. تعالوا مع بعض نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمود الحصري، مدرس الآثار بجامعة الوادي الجديد. أهلا بك معنا. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بك يا فندم. إيه أخبار الواحات في مصر؟ أنا عاوز كلمني الأول عن الواحات بوجه عام، عاوز أعرف الواحات كم واحة عندنا وأشهرهم إيه. اتفضل. أولا طبعا أنا عايز أقول على حاجة مهمة جدا، إحنا عايزين نصحح المفاهيم، بمعنى الحاجات القديمة عايزين نصححها، الحاجات التاريخية بصفة عامة بما أننا ناس متخصصين في الآثار وخلافه في التاريخ القديم. أنا عايز أقول على حاجة مهمة جدا من برنامج حضرتك، ممكن حاجة جديدة نتطرق لها. بمعنى أنا عندي الواحات المصرية، في ناس كتير جدا بتعتقد أن المصري القديم كان بيسكن الكهوف، وبعد كده لما الكهوف بقى الجبلية، وبعد كده لما المطر قلت بدأ ينزل على ضفاف نهر النيل. أنا بقول لك لا يا فندم، المعلومة دي خاطئة تماما. الجديد إن أنا كان عندي 3 جماعات بتعيش في مصر في عصور ما قبل الأسرات. الجماعة الأولى كانت بتسكن الكهوف فعليا، وبتعيش على الـ طبعا النباتات، وبتعيش على الحيوانات زي الأرانب والحاجات اللي هي موجودة في هذا التوقيت، والتجوفات الصخرية اللي بتتملي بالمية أثناء الأمطار كانوا عايشين. دي جماعة. الجماعة التانية كانت عايشة بالقرب من ضفاف نهر النيل، لأن طبعا في العصور القديمة نهر النيل ما كانش بالشكل اللي حضرتك احنا شايفينه دلوقتي ان هو مستقر، لا طب نهر النيل كان بيفيض على جانبيه، فما كانتش من السهل او من المستحيل ان اي حد يعيش حول ضفاف نهر النيل. الجماعة التالتة كانت بتعيش فيما يسمى بالواحات، ده الجزئية بقى اللي انا عايز اقولها لحضرتك. طيب امتى بداوا ينزلوا على نهر النيل؟ يقول لك لما الناس بقى اللي هم موجودين في الكهوف، يقول لك لما المطره جفت. لا انا بقول لك لا، ده خاطئ تماما، المطره ما جفتش، ده المطره مستمر. بس هو الموضوع في ايه؟ ان بدا يحصل زياده سكانيه في المنطقه اللي عايش فيها البشر. فالغذاء اللي موجود مش مكفي الناس، البيئه مش موفره لهم الغذاء الكافي عشان يبداوا يعيشوا، فبداوا ينزلوا من على الجبال، من الواحات، من على الجبال. يتوجهوا دول سكان الجبال مش سكان الواحات، وفي جزء من سكان الواحات بداوا برضو لما بدا يحصل ينزحوا الى ضفاف نهر النيل، لما بدا يحصل استقرار لنهر النيل بدا بعض سكان الواحات يبداوا يروحوا حوالين ضفاف نهر النيل، وبدا يحصل تكوين مصر. بقى مصر ما تكونتش غير لما بدا يستقر نهر النيل، وبدا يحصل جماعات تبدا تسكن وتبني وتعمر وخلافه، فبداوا يستقروا. طيب بالنسبه للواحات، احنا عارفين ان في 6 واحات رئيسيين معروفين، اللي هو الداخله والخارجه والفرافره وسيوه والفيوم وخلافه. لكن احنا بقى بقول لحضرتك يا دكتور احمد ان احنا كان عندنا اكتر من كده بكتير، عندنا واحات كتيره جدا، بس مع مرور الزمن الواحات دي تلاشت. طب حد يطرح سؤال يقول لك طيب الواحات دي اتشكلت ازاي؟ وايه اللي خلى الناس تستقر في الواحات؟ وليه مثلا، طبعا احنا موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن واحد سيوه، ليه واحد سيوه تحديدا كان، مع انه طبعا في الداخله والخارجه كان ليها الثقل برضو يعني لا تقل اهميه عن واحد سيوه. فلو انت جيت اتكلمت عن الواحات هتلاقيها كلها في الصحراء الغربيه، يعني احنا لما بنيجي نتكلم على الواحات مصر كلها بتقع في الصحراء الغربيه لمصر. دي نقطه برضو عشان الساده المشاهدين يبقى عندهم علم بيها. طيب اما نيجي نتكلم عن واحه زي مثلا واحه الخارجه، واحه الخارجه فيها معالم اثريه مهمه جدا زي معبد هيبس وزي الناظوره، وفي كذا معالم اثريه موجوده كتير جدا، بالاضافه مش سياحه ثقافيه بس، سياحه ترفيهيه وسياحه علاجيه الى اخره. طيب لما نيجي على واحه الدخله هتبص تلاقي فيها برضو القصر، قريه القصر، واللي فيها معالم اثريه وسياحيه. الفرافره برضو نفس الوضع موجوده فيها. هنيجي على واحه سيوه برضو هتلاقي فيها معالم اثريه، بس للاسف في اشكاليه عندنا في واحه سيوه. هي ايه؟ ان احنا لما بدا يتعمل فيها حفائر وخلافه، وجدنا ان في بعض المناطق بترجع لعصور ما قبل التاريخ، لكن الدولة القديمة والدولة الوسطى ما كانش عندنا
اثار ظهر قوي بتقول ان المصريين القدماء قطنوها في هذه الفتره، لكن منذ العصر الاسره 26 وخلافه بدات تظهر سوى على الخريطه العالميه، بقى ان ده تبقى مكان بيه مكان اثار وخلافه. طيب يبقى انا اذا الواحات كلها تشكلت. طب الواحات تشكلت ازاي؟ انا وجهه نظري المتواضعه، هو طبعا اغلب الاراء بتقول ان النتيجه لما الارض انخفضت، وده طبعا في العصور الجيولوجيه والتغيرات اللي بتحصل، تغيرات المناخ اللي بتحصل لطبقه الارض وخلافه، فبدات المياه الجوفيه تظهر، فبدات المياه تظهر، فبدا يحصل تجمعات حوالين المياه، وبدا الناس تسكن وتعيش. انا بقول لك من وجهه نظر المتواضعه من خلال برنامج حضرتك، كان في روافد لنهر النيل هي اللي كونت اغلب البحيرات اللي كانت الناس بتعيش حواليها في العصور القديمه. والدليل على كده ان انا كان عندي 7 فروع للنيل، غير احنا عندنا فرعين 2 بس اللي هو فرع دمياط وفرع رشيد. بس يعني عاوز تقول ان كان في فروع بتوصل للصحراء الغربيه؟ كان في مش كان زي حضرتك ايه فروع وبعد كده تلاش. ما هو انت بص هقول لحضرتك على حاجه، ولا جيولوجيا كان في هبوط المياه بيكون تحت الارض وتتجمع وتمشي في انهار تحت الارض؟ ده تمام، بس انا هقولها لحضرتك. لما تيجي تبص الواحة عباره عن ايه؟ عن مكان منخفض عن ايه؟ عن الارض نفسها. انت لو رحت الخارجه هتلاقي الارض منخفضه، في سيوه بتنخفض حوالي 18 متر تحت سطح الارض، تحت سطح البحر. بيكون سبب انخفاضها ان المياه العذبه بتطلع وبالتالي مكان تجمع للعيشه. طب لما نهر النيل كان بيفيض كان المياه دي بتروح فين؟ الاماكن المنخفضه مثلا، او بتمتص في التربه. ما فيش، ما هتمتص كل ده، ما هو فيضان باستمرار، ما انت ما عندكش حواجز وما عندكش سدود. فكانت بتنزل في الاماكن المنخفضه اللي هي في الواحات، فكانت ده لوجهه نظر ما فيهاش نقاش. فعشان كده مع هطول الامطار ومع المياه الجوفيه بدات الواحات تتشكل، والدليل على كده ان اغلب ينابيع المياه اللي موجوده في الواحات ما عادتش موجوده، لان ما فيش امداد ليها كافي. يعني انت لو عندك بحيره بيجي لها ميه معينه بطريقه معينه مع الامطار، طب لو الحبل الميه او الدم قطع فخلاص اوريدي هتبدا تتخلص وتجف. فهو ده اللي احنا بنقوله، وده السبب بتاع تكوين الواحات، واللي خلى الناس او المصريين القدماء ان هم يعيشوا حوالين التجمعات الميه وما يسيبوهاش وما يفرقوهاش. وانت لو رحت بصيت في اي واحه من الواحات اللي موجوده عندنا سواء الفرافره او الداخله او الخارجه هتلاقي معالم اثريه ومعالم سياحيه، وهتلاقي حكام. كان في عندنا حاجه اسمها حكام الواحات حكموا في هذه المناطق، فده دليل واضح ان كان في عيشه وفي حياه. كان فيها معبد في موجود معبد جوبيتر امون، ده في سيوه. ما في سيوه، بتكلم عن سيوه. انا بتكلم دي الجزئيه ده عموما يعني بعرض وافي لموضوع الواحات بصفه عامه. طيب ومعبد الخزينه وجبل الموتى برضو موجود في سيوه. سيوه فيها حاجه غريبه جدا، موضوع الاملاح الملح اللي موجود فيها في التربه بتاعتها. تمام. اللي بيمتص الطاقه السلبيه. تمام. وحتى مياهها بانواعها المختلفه لما بتنزل في الميه هناك بتاعتها وتاخد حمام هناك وبعدين تدفن في الرمل وفي الملح هناك بتمتص وبتعالج العديد من الامراض. الامراض الصعبه جدا اللي فيها مشكله سواء كانت صدفيه او حتى رطوبه او بايا كان الامراض الجلديه الموجوده، حتى انها بتعمل نوع من الريستارت لخلايا الجسم كله. وبالتالي كانت يعني احنا دلوقتي بصدد احنا بنعملها من اكبر المنتجعات للسياحه العلاجيه في العالم كله لسيوه كلها، وده توجه الدوله لمنطقه سيوه تحديدا. لكن تبع ان سيادتك مدرس اثار بجامعه جنوب الوادي الوادي الجديد حضرتك ايه الاثار الموجوده هناك غير اللي انا ذكرته؟ طب انا عاوز اقول لحضرتك، وهل هناك من الوزارات ليها يعني بينظم ليها رحلات خاصه بيها؟ طيب. ولا مفيش؟ طيب بص هقول لحضرتك على حاجه مهمه. مش معنى ان انا سيوه عندي بقول ان سيوه هي طبعا فيها المناطق العلاج اللي هي المياه الكبريتيه، لا عندي برضو في الوادي الجديد. طبعا احنا عندنا محافظتين مهمين، محافظه مطروح سيوه، طبعا محافظه مطروح تعتبر ثاني اكبر محافظه في الجمهوريه بعد محافظه الوادي الجديد، وسيوه تتبع محافظه مطروح. الخارجه والداخله والفرافره موجودين في محافظه الوادي الجديد اللي هي تعتبر اكبر مساحه في مصر، اللي هي 41% من مساحه مصر، بس في هناك برضو مياه كبريتيه وخلافه. طيب هنرجع بقى للجزئيه اللي حضرتك بتتكلم عنها. اولا سيوه مش فيها بس سياحه علاجيه بس زي ما حضرتك تفضلت وقلت، انت عندك سياحه ثقافيه، سياحه علاجيه، سياحه ترفيهيه، المنتجعات اللي هي موجوده فيها،
في حاجات كتيرة جدا. لو انت هتجد تحطي لي جميع انواع السياحة حطها لي برضو في سيوة، لان سيوة لا تقل اهمية عن المعالم السياحية. بتكلم عن السياحة الثقافية طبعا اللي هي الاثار بصفة عامة هتلاقيها موجودة في سيوة. ويمكن من اشهر المعالم الاثرية والسياحية اللي موجودة في سيوة زي ما حضرتك تفضلت وقلت عندنا ايه، هنقول معبد جوبيتر امون، عندنا في اغورمي، عندنا جبل الموتى، عندنا القرية القديمة اللي هي قرية شالي، تمام، اللي هي البلدة القديمة، معبد الخزينة، ومعبد الخزينة، وجوبيتر امون اللي هو معبد الوحي. ممكن انا هحكي لك، هقول للسادة المشاهدين هحكي لكم قصة طريفة قوي. طب استنى خلي القصة بعد ما نطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية. دكتور محمود الحصري مدرس الآثار بجامعة الوادي الجديد، انت قلت هتقول لي حدوته كده قصة طريفة بعد الفاصل مباشرة. اتفضل احكي لنا وكانت فين وايه. طيب اولا هي بدايه سيوه تحديدا منذ عصر الاسره 26 اتبنى فيها معبد في عصر الملك احمس الثاني اللي هو امازيس. تمام، الملك ده كان المعبد ده كان مخصص لعباده الاله امون، وكان اسمه جوبيتر امون او معبد الوحي او التنبؤات. اي حد عايز يتنبأ نبوءه كان بيروح هناك لمعبد الوحي ده يتنبأ بيها، والكهنه كانوا بيتنبؤوا له بايه اللي هيحصل. طبعا شهره المعبد دي لفت أرجاء العالم. طبعا تحديدا لما جه في الأسرة 27 قمبيز طبعا عايز يقضي على المعبد بتاع الوحي وبتاع التنبؤات، تنبأ كهنة المعبد إن الجيش بتاع قمبيز هيغرق، قمبيز الفارسي. وبالفعل 50,000 جندي من جنود قمبيز غرقوا في الرملة بتاعت واندفن جيش قمبيز. طبعا الحكاية اللي أنا عايز أحكيها لحضرتك اللي هي حكاية الإسكندر المقدوني لما دخل مصر بعد نهاية الأسرة 31 اللي هو الحكم الفارسي الثاني لمصر. الإسكندر المقدوني دخل مصر 332 قبل الميلاد، أول حاجة عملها بدأ إن هو يروح يزور معبد التنبؤات ومعبد الوحي بتاع أمون اللي هو موجود في سيوة. وبالفعل لما راح هناك الكهنة قالوا له اللي هو كان عايز يعرفه. وبالفعل تحديدا حتى أحد القادة بتوع اللي كانوا جنب الملك الإسكندر المقدوني سألوه قالوا له هو هم قالوا لك إيه؟ قال لهم هم قالوا لي اللي أنا كنت عايز أعرفه. وأغلب الآراء بترجح أن يكون قبر الإسكندر المقدوني في هذه المنطقة. وطبعا بعض الآراء بتقول إن هو في اسكندرية، وفي بعض الآراء الثانية اللي هي بتقول في منطقة بالقرب من الهند. لكن أنا بقول لك إن يكاد يكون إن حب في يقين إن هو يكون موجود إن في هو سيوة. إن قبر الإسكندر اللي العالم كله محتاج حلقات على فكرة. لا 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 أنت محتاج حلقات كتيرة نقعد مع بعض عشان نتكلم بدل بقى أستاذ الآثار ده ومدرس الآثار. لكن طبعا سيوة طبعا فيها أنا عايز أقول على حاجة. نورتني والله يا دكتور محمود، شرفتني ونورتني. أنا آسف والله عشان وقت البرنامج، بشكرك جدا جدا دكتور محمود الحصري مدرس الآثار بجامعة الوادي الجديد. ألف شكر على تشريفك لينا. أهلا. ونروح مع بعض المعبد جوبيتر أمون إن شاء الله عشان نشوف الكهنة هيقولوا لنا إيه. إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. وفوق كل ذي علم عليم. بشكرك جدا يا فندم. وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة لمصر جميلة. أرجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم. كان معكم أحمد عبد العظيم.